أهلا بالمشاهدين. إذا المشاهدين، ثقافة الأعشاب الطبية بدأت من أيام السومريين، ولكن في الستينات والسبعينات ثقافة الطب البديل زاد الطلب عليها بعد اكتشاف الأضرار الجانبية للطب الحديث على صحة الإنسان. وأنت كنت عارف طبعا أنه بلغت قيمة سوق المستحضرات يهاني الدوائية العالمية 935 مليار دولار في عام 2017 بس، ومن المتوقع أن تصل إلى 1170 مليار دولار في عام 2021. والله أرقام فلكية. اليوم معنا مشاهدينا نتالي الحسينية أو الحسينة، طبعا هي ناجية من سرطان الثدي وخاضعة للطب البديل. أهلا وسهلا، حياك الله. صباحك. وأيضا يسعدنا بتواجد الدكتور عواد الذايدي. أهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. نتكلم عن الطب البديل والحالة أيضا اللي مع نتالي. يعني بداية نتالي، أول حاجة نقول لك الحمد لله على السلامة. شكرا. للمرة الثانية، ومن جد يمكن إحنا تقابلنا قبل كده صباح خير يا عرب. نعم. من سنتين تقريبا. إيه تقريبا. تقريبا، وكنت فعلا مثال. يعني يمكن كثير من السيدات اللي مصابين بسرطان الثدي كنت إلهام لهم. شكرا. وكان بنفس الوقت إنه شيء غريب، إنه معقول كلنا حنتعالج من الطب البديل. لو ترجع تحكينا عن تجربتك مرة ثانية بشكل سريع. أنا I was diagnosed بسنة 2014 وخضعت لطب بديل علاج بالمكسيك. بس بنفس الوقت ما بحث العالم كتير يرجعوا لهيدا العلاج أكيد، لأنه هيدا القرار كتير قرار شخصي. صحيح. وكتير فيه كمان تهديد يعني لصحة العالم. يعني أنت أخذتي مخاطرة. بالضبط. أخذتي مخاطرة. هلأ شفيت من السرطان، بس الطب البليد ساعدني كتير بالسايد افكتس للكيموثيرابي، لأنه كمان خضعت رجعت للكيموثيرابي. رجعتي بعدها. بعد ما خلصت من كل شيء خضعت للموضوع، لأنه كان نوع الكانسر تبعي كان عالي أنه يرجع يتجدد. يعني رجعت النظرة تغيرت بالنسبة لك للطب البديل؟ أكيد. لا، لأنه خضعت للعلاج التقليدي بس تفضي بالي أنه كنت عملت كل شيء، لأنه بحب أنه نوع بين اثنين، أنه ما روح على الإكستريم بالتقليد. بس حياتك تغيرت في هذا أكيد. الوقت يعني تغيرت النمط وتغير كل شيء. نعم. يعني عفوا نتالي، أنت طريق العلاج كيف كان؟ طريق العلاج كان يعطوني كتير فيتامينات تيقوي المناعة. So الرسالة من بعد كل هالتجربة بالنسبة لي أنه الطب البديل بتساعدنا بطريقة كتير مهمة تنقوي مناعة الجسم. يعني بس يكون عندنا مناعة مظبوطة جسمنا بيقدر يقاوم كل الأشياء اللي ممكن ننصاب فيها. معنا الدكتور استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد. دكتور عواد، اليوم يمكن الطب البديل هذا ما هو جديد علينا. صحيح، بالعكس هو الأساس، هو القديم. هو بالضبط، لكن في كثير أشياء، قرارات إنه صارت تحذر الأفراد المجتمع إنه ما تمارسوا هذا الطب البديل ولا تاخذوه من راسكم، ولكن مع خلينا نقول وجود حالات كثيرة قاعدة تعلن وتتكلم وتقول إيه وتستفيد منها، أصبح الموضوع لا يعني شوية أمل عند البعض. إيش رأيكم أنتم كأطباء في هذا؟ بالعكس، إحنا مع ولسنا ضد رقم واحد، بس مثل ما تفضلتي لابد أن يوضع له قيود يقنن. إحنا الآن عندنا في الطب الحديث مثلا، أنا ما أقدر يجيني مريض مثلا أعطيه عشبة مثلا أقول خذها، لأني أنا عندي قناعة فيها، ممنوع علي، أنا عندي قيود أمشي عليها، فيه رولز، فيه الشيء اللي مش مسموح به مثلا، سواء الجمعيات الأمريكية أو الكندية أو الأوروبية أو حتى السعودية مثلا، الشيء اللي مو مسموح به نظاما أنا ما أقدر أعطيه إياه. عشان كذا الآن صار فيه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، هذا مركز يتبع لوزارة الصحة، وأعتقد أنه يتبع لوزير الصحة مباشرة، لوضع القيود. الآن هم بدأوا بالحجامة، وضعوا لها قيود. صحيح. نعم، صار مو أي أحد خلاص روح افتح واشتغل. نعم. حتى من حرصهم، يعني هذا أشجعهم أنا عليه بصراحة، لأنه قالوا الناس يا أخي في ناس عندهم خبرة أكثر من الناس الصحيين، يعني أكثر مثلاً من الممرض أو الطبيب أو كذا يعني. صحيح. بس الحجامة أقصد. بس معلش يعني. دكتور، حالة نتالي يعني هي قالت أنا أتحمل مخاطر، لكن في حالات زي هي القولون التقرحي، أنا أعرف سيدة 20 سنة وهي للأمانة خلتني اليوم أتكلم عن هذا الموضوع. تعالجت عن طريق لبان الذكر، فبتقول لي من 20 سنة أنا بتعالج بعلاج طبي وكذا. ممتاز. أخذت لبان الذكر لمدة شهر أو شهرين وراح، يعني اختفى تماما كل الألام وتعالجت. لا، هو فيه ما فيها كلام. وأكبر دليل الحين، حتى أول كانوا يستعملوا الغرغرينة، يستعملوا لها العسل للجروح أول.
يعني قبل سنوات الطب الحديث ما كان معتمد هذه الطريقة ببساطة لأنها ما أثبتت، يعني ما سووا تجارب عليها. بعد ما سووا تجارب عليها وأثبتت، الآن صار في شاش ومغلف ومعتمد من هيئة الغذاء والدواء، ويوضع للمرضى السكر المصابين بالغرغرينة. فالموضوع كله بس أنه مجرد أنه يعتمد عشان يقنن، بس علشان مو أي حد يجي ويبدأ يسوي شيء. في أدوية كثير من الأعشاب والأشياء هذه مفيدة. نعم صحيح. الفرق الأساسي بس ملاحظة كثير مهمة، الفرق الأساسي بين الطب التقليدي والبديل، لأنه الطب البديل كمان لازم يكون مخرج الواحد ودارس هالموضوع طبعاً. الطب البديل بياخد الشخص مش بس كجسد، بياخده ككائن عاطفي ونفسي. سو العوامل النفسية بنعرف نحن أنه هي أساس طبعاً. كل الأمراض يعني بالنهاية. طيب دكتور، تفسيرك لحالة نتالي والحالات اللي تشبه حالة نتالي اللي هم يلجؤون في بعض مراحل العلاج إلى الطب البديل والحمد لله يعني يتم شفائهم؟ والله شوف نتالي، أنا واجهتها قبل الهواء ونحن داخلين، الحقيقة شخصية قوية حابة الحياة، وهذا شيء مهم وحلو يعني. هي حابة الحياة، عشان كذا هي تقول، هي يعني احنا نتكلم قبل شوي تقول انا في اشياء يعني اعرفها حتى قبل لا تصير، من كثر يعني ما هي متعمقة وما هي فاهمة، ويعني وهذا شيء يعني قوي جدا. حتى بتعرف انت الناس اللي يصير عندهم، يصير لهم الكانسر ولا السرطانات بشكل عام، يعني طبيعي انه بيصير دبريست، يصير له عنده اكتئاب وكذا. هي تقول انا صرف لي ادوية الاكتئاب مرتين ولا اخذتهم. فتقول انا بيني وبين نفسي قلت يعني هل الدواء هذا بيخليني مثلا اكون سعيدة وابتسم؟ انا بحاول اتغلب عليه. عشان كذا في بعض المرضى يجون يقول لك عالجني سلوكيه، اذا انت ما انت متقبل وما عندك الاراده ما راح، سواء طب بديل او حتى طب يعني مصروفه شتى. نتالي انت ما شاء الله شخصيتك قويه يعني، الله يحميك، واليوم طالعه زي القمر. لكن فعلا انا بعرف انت كيف كان يومك، يعني كيف حياتك اليوميه عشان تقدري تحافظي على هذه الصحة وتقدري تقاومي أي شيء كمان ممكن يصير. مشان هيك أنا ما بحياتي بقول اتبعوا نظام غذائي معين. ما أنت مع هذه الفكرة؟ نو. أنا كنت نباتية 3 سنين وبعمل يوغا وميديتيشن وصبت بالمرض. ما بقول للعالم ما وقفوا تاكلوا لحمة، لأنه كل شخص له شيء. رسالتي هي أنه كله هون. صحيح. لازم نعرف نتواصل مع نفسنا. نعم. ولازم نسمع لجسمنا شو عم بيقلنا، لأنه السرط هو عبارة عن crying out loud، إنه في شيء غلط، وقفوا وقفوا، وبس نتهدد بنفعل. سو أكيد تغيرت. أنا روتيني هلا اليوم، كل يوم الصبح أول شيء بعمله بروح على الجيم، بعمل رياضة ساعة، برجع بعمل يوغا، بمارس المديتيشن، بعلم الناس مديتيشن لأنه كمان بيساعدني لإلي. وعندي رسالة وعم بشاركها مع النساء خاصة. بس وكل شخص بده هو يغير حياته بالأفضل إن شاء الله بإذن الله. بس أنا أول مرة يعني للأمانة، يعني حضرتك يمكن من الأقلة من الأطباء اللي تقول لا الطب البديل مهم، يعني عادة حتى لو معترفين فيه يرفضوه خاصة في الإعلام. أي شوفي، أنا تكلمت قبل هالمرة بنفس الموضوع هذا. للأسف إحنا عندنا يعني يرى سواء الطب البديل يرى الطب الحديث عدو له، أو الطب الحديث أو أطباء، نقول أطباء يعتقد إنه هذا إنه عدو لي أو إني بسحب البساطة من تحتي. هو ما يعني إحنا مكملين لبعض. صحيح. الشيء اللي يعني مو موجود عندنا موجود عندكم، أوكي ليش لا؟ الشيء اللي موجود عندنا إحنا نكمل في الهدف، يعني الهدف الأخير علاجي. العلاج. نعم. إحنا. بس يروحوا للمختصين لهذا الموضوع. هذا الكلام أنت تروح للمختص. لا يعني إحنا ما نقول، بالعكس جرب إذا كان في شيء مثبت ليش لا، ليش ما تجربه؟ ولكن في أشياء أحياناً إحنا نقول إن الطب لم يثبتها حتى الآن، قد تثبت لفترة جاية وهذا وارد يعني. نعم. أي نعم. دكتور عواد ذايدة شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا، وأيضا نتالي شكرا جزيلا، نتمنى لكم إن شاء الله يعني دوام الصحة والعافية يا رب.